هلا والله، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. زي ما بتعرفوا نزلوا أخيرا الموسم السادس، ونزل معه نظام صنع الأسلحة. وبصراحة مثل ما كلياتنا شفنا النظام شوي معقد، لكن بعد هالفيديو على الأقل راح تعرف تعمل أفضل إعداد لأشهر الأسلحة في اللعبة، عشان زي ما شفتوا تطوير الأسلحة يعني جدا مرتفع. يعني هو أنت صح بتطور السلاح كامل مع كل سكنات وكل إشي، بس يعني مش منطقي أنا ألعب من السيزون الأول وجمع بطاقات عشان بالأخير أطور 6 أو 7 أسلحة بس، يعني والبطاقات خلصت على هيك. على كل حال خلونا مع بعض نستعرض أحسن التركيبات لأشهر 5 أسلحة حاليا، وأنا شايف إنهم من أفضل الأسلحة يعني وأشهرها بين اللاعبين طبعا. كي إن أر يو إس دي إتش أو دي آر إتش، والله ما عارف اسمه، مش عارف ليش بخربط باسمه السلاح، وكوردايت، وأخيرا قناص دي إل كيو. أوكي، زي ما شفتوا بداية المقطع حطيت لكم هيك لقطة من كل سلاح عشان تشوفوا بس فكرة، يعني تاخذوا فكرة عن السلاح كيف ثابت، وبنفس الوقت السكوب بيفتح بسرعة والسلاح خفيف، يعني مش صاير كأنه الام جي بتمشي فيه. أكل حال هاي التشكيلة اللي أنا هسه حاطها على الكئن. أول شي في عندكم 9 أشياء تمام، أو 9 تركيبات تركب على السلاح. أنت بتركب 5 فقط، يعني أنت مسموح لك أو مسموح تركب 5 والعدد كامل 9 تمام. في عندك فوهة، فيها كاتم وميض، وهاي الأشياء ما بتلزمني أنا بصراحة ما بستخدمها. ماسورة، أنا مركب على الكئن ماسورة ام اي بي خفيفة قصيرة. منظار، زي ما حكيت لكم أنا بحب أركب سكوب على جميع الأسلحة بشكل عام، فمش حاط سكوب. مسند كتف، عامل مسند كتف ام اي بي الهجومي بيساعد كثير بال، يعني عندك اتزان في الإجفال لما حد يطخ عليك، اتزان الارتداد الجانبي بحافظ على ثبات السلاح، ودقة نشر الرصاص تمام. ميزة، مخلي خفة اليد هاي بتعمل ريلود أسرع تمام، عشان انا مش حاطط مخزن فممكن يكون ابطا. بعدها في عندك ماسورة اسفل الماسورة اللي هو المقبض، مركب مقبض عميل امامي بيساعد في تحكم الارتداد العمودي تمام. ذخيرة، زي ما حكيت لكم مخزن سلاح الكي ان 30 رصاصة من غير مخزن، فما بلزم تحط له مخزن لانه المخزن ببطئ السلاح، اي اشي بتزيده على السلاح ممكن يبطئ، فانت بدك توازن السلاح بحيث يكون رصاصك معتدل وبنفس الوقت السلاح ثابت، وبنفس الوقت يكون السلاح خفيف ويفتح سكوب اسرع. انتوا فاهمين علي؟ يعني ما بدك يكون في شيء طغى على الثاني لانه هيك بتخرب السلاح تمام. شريط المقبض، مخلي شريط المقبض المحبب هذا المقبض الخلفي. هاي تركيبات على سلاح الكي ان 44. البركات اللي مخليها رشاقه، قوه بدنيه، وصمت مطبق. ومهاره العميل، مخلي السيف، عملوا له نيرف، هم صار السيف هيك يعني سيء في الضربات بس بعده كويس يعني تمام. نروح للسلاح اللي بعده. السلاح الثاني معنا سلاح الار يو اس 79. السلاح هذا انا ما بستخدمه الا في سيرش اند دستروي. السلاح كثير خرافي بالسيرش اند دستروي، هو كويس بكل المودات تمام، بس انا بحب استخدمه بالسيرش اند دستروي. مركب له صمت مطبق وتشويش عشان تريب مايند في السيرش، خفت الوزن. والسلاح شو مركبين عليه؟ فوهة مش مركب، ماسورة ام اي بي خفيفة، مسند كتف مخلي له مسند كتف او دبليو سي عظمي، والميزة خفة اليد. زي ما بتعرفوا سلاح الاريوس نقصوا الرصاص منه في المخزن، كان اتوقع 33 خلوه 23، عفوا 28 او 30 مش متأكد، فضروري تحط له ايش، يا بتحط له مخزن مع انه راح يبطئ من الحركة، او بتكمل على 30 رصاصة بس بتخليه ايش، يعني زي ما تحكي سحب سريع او اعاده تعمير سريعه تمام. ليزر، انا ما بعمل هيب فاير عشان هيك مش بستخدم الليزر. فاسفل الماسوره مخلين له ايش، مقبض هجومي امامي، هذا بيساعد في التحكم في الارتداد العمودي، وبنفس الوقت دقه انتشار الرصاص، يعني بيخلي الرصاص مستقيم لما يطلع من السلاح. ذخيرا، زي ما حكيت لكم مش مركبين مخزن، مقبض خلفي اللي هو شريط المقبض المطاطي، يعني هذا بساعد برضه في التحكم بالارتداد العمودي. فطالع عنا سلاح خرافي، جربوه واحكوا لي رايكم. السلاح الثالث معانا سلاح دي ار اتش. من ساعة ما حكيت عنه مع فيرج وانا بستخدم السلاح. يا الله التناقض. اكل حال بركب له صمت مطبق، خفة وزن، والبيرك الاخضر اصلاح سريع. يا اخوان البيرك هذا لو انت بتحب تهاجم يعني تدخل على رسبون العدو وتجيب كلات منهم او تحشرهم، يعني فاهمين علي؟ خصوصا في الرانك، هذول وحوش الرانك، هذا كثير كثير بيلزمكم هذا البيرك، لانه كل ما تجيب كل دمك بتعالج بسرعه، فانت مش حتموت يعني فاهمين علي؟
يعني اشي كثير كثير خرافي. حاط معه سموك قنبلة سيف مسدس والسلاح شو مركب له، فوها مش مركب له ماسورة، عامل له ماسورة OWC، بتحكم في ارتداد العمودي، بتزود الضرر وبتحافظ على الرصاص، بس في نفس الوقت بتبطئ سرعة المنظار وتبطئ الحركة. عشان هيك بحط مسند كتف بسرع من سرعة التصويب في المنظار. والميزة هسه بحكي عنها لأنها إشي كثير كثير مهم، الذخيرة حاطة المخزن 30، لأنه بعد التحديث صار في 20 رصاصة بس من غير مخزن، أو هو أصلا حتى هو من قبل كان في 20 رصاصة من غير مخزن. أوكي، حاطط له المخزن، بدل ما كان فيه 28 صار فيه 23. بطأ من السلاح شوي، بس أنا حطيت له مقبض خلفي بساعد في التصويب، سرعة التصويب وسرعة إطلاق النار وأنت بتتحرك. الميزة هاي يا إخوان، هاي يعني هاي بصراحة إذا ما حذفوها رح يضعفوها. هاي الميزة يا إخوان يعني زي كأنك بتطخ عليه رصاص بجمده، فاهمين علي؟ أنت لما تطخ على الخصم اللي قدامك وهو بعيد عنك حركته بتبطأ، فاهمين علي؟ لما واحد حركته تبطأ معناته صار ثابت قدامك، معناته ايزي كل. فهذا كثير كثير خرافي بالأسلحة اللي بتلعب فيها، الأسلحة الرشاشة خصوصا، يعني كثير كثير خرافي. هاي تركيبة على سلاح الدي ار اتش. السلاح اللي بعده سلاح الكوردت. بصراحة انا زمان ما لعبت في السلاح، بس امبارح قلت خلينا اجرب ارقي لانه سلاح كويس اصلا، بس ما كنت لعب فيه، جربت ارقي وقلب معي سلاح جد جد خرافي تحفة. زي ما شايفين تركيبات سحب سريع، اصلاح سريع وصوت مطبق. السلاح مركب له زي ما شايفين فوها مش مركب له ماسورة MIP موسع خفيفة. شو بتعمل هاي؟ بتزيد مدى الضرر وانتشار الرصاص، بتساعد في الحفاظ عليه بس بتقلل سرعة التصويب. منظار ما بحب اركب له، مسند كتف بسرع اتزان الارتداد الجانبي واتزان الاجفال. طبعا اتزان الاجفال زي ما بتعرفوا لما واحد يطخ عليك انت بتحافظ على ثباتك، يعني فاهم علي؟ دقة انتشار الرصاص برضو بتحافظ على ثبات انتشار الرصاص، فبقلب السلاح معك ليزر حرفيا. تمام، ميزة زي ما حكيت لكم حاطط عليه التعطيل، يعني تخيل انت معك سلاح اساسا ثابت وليزر، يعني وين الرصاصة بتضيع؟ لما تحط له بركة تعطيل خلاص، يعني خمس رصاصات ثلاث اربع رصاصات بالكثير انت اللي قدامك خلاص الله يرحمه، لانه مش حيتحرك بعديها. ليزر سلاح الكوردت هيك هيك ثابت، لو انت بتعمل هيب فاير فما بتحتاج ليزر. اسفل الماسورة مقبض مرتزق امامي زي ما شايفين قدامكم، بساعد في التحكم بالارتداد العمودي ودقة اطلاق مع مستوى الخصر اللي هو الاي دي اس. بس احنا بنحكي عن تحكم الارتداد العمودي، يعني هذا احسن شيء فيه. ذخيرة السلاح فيه مخزن كويس، فما بحتاج منك رصاص، توقع فيه 40 رصاصة من غير مخزن، ما توقع فيه واحد بحتاج اكثر من هيك. والمقبض الخلفي مركب له شريط المقبض المرقط. سرعة التصويب، لانه الاشياء اللي فوق بطأت شوي من سرعة التصويب، فهنا احنا بنعوضها بسرعة التصويب وسرعة اطلاق النار اثناء الركض. فزي ما حكيت لكم انت لازم توازن بين السلاح، لازم يكون في اشياء بتسرع واشياء بتبطئ وفي نفس الوقت تحافظ على ثبات السلاح. السلاح الرابع معانا او الخامس والاخير قناص الدي ال كيو. الدي ال كيو بصراحة لما اشتريته، خصوصا الاحمر هذا، كان نفسي فيه من السيزون الاول، بس لما اشتريته يعني كان شوي بطيء عن باقي السنايبر، بس مع التحديث هذا عملته اسرع من السنايبر البقية. زي ما شفته باول لقطة باخر اللقطة الاولى بداية الفيديو، كيف السلاح كثير كثير خرافي وسريع وبنفس الوقت انت رصاصه قوي وكل شيء. فمركب له سحب سريع، قوه بدنيه ورشاقه. شو مركبين على السلاح هسه بنشوف. فوهه مركبين فوهه، تحكم في ارتداد العمودي واتزان الارتداد الجانبي. هاي لازم ضروري تركبها، لانه هاي الفوهه لما تركبها اول ما تفتح السكوب انت بتفتحها على هدف مباشره. لو بدك تركب او ما بدك تركبها او بدك تركب شيء ثاني عنها، السلاح او مفتاح السكوب بتحس بتمرجح بروح يمين يسار، فانت بدك تعمل كويك سكوب وبدك يعني بدك سلاح يطلع يمين ويسار، فانت هيك ما استفدت شيء، فضروري تستخدمها. ماسوره MIP خفيفه، بتساعد من سرعه التصويب عبر المنظار. منظار ما نحتاج، هيك هيك راكب السكوب الاساس تبع السنايبر. مسند كتف MIP هجومي زي ما حكيت لكم، اتزان الارتداد الجانبي والاجفال ودقه انتشار الرصاص. الميزة الطلقات المخترقة، لأنه كثير بتساعد بالسنايبر لو بدك تخرم لحد من ورا الجدران. أنا شايف الميزات الثانية مش حتفيدك كثير زي هاي الميزة، خصوصا بالسنايبر.
ليزر مش مركب له، وأسفل الماسورة حامل قاعدة للتثبيت ما في غيره، والذخيرة ما بلزمه لأنه فيها توقع 6 أو 7 رصاصات كفيلة بنهاء الجيم. في إشي ما حكيت لكم عنه اللي هو أنت بإمكانك تعمل 4 كلاسات مختلفة للسلاح نفسه، فمن علي يعني تدخل على السلاح صانع الأسلحة بتعمل مثلا هذا الكلاس بتعمل حفظ حلو، أنا ما بدي هذا الشيء، مثلا بدي أركب له فوهة بدل الماسورة تمام، ببدي الماسورة وعادي برجع بعمل له حفظ، ما بحفظها نفس الإشي إذا يعني بدي كلاس تاني غيره لا بحطه هنا تمام، هيك بصير عندي كلاسين، كلاس فيه فوهة وكلاس ما فيه فوهة، فأنت من كل سلاح بتقدر تعمل 4 كلاسات منه، وقت ما بدك بتيجي السلاح جاهز عندك تختار حفظ وهيك صار عندك السلاح مع السكن اللي بدك إياه. إن شاء الله يكون المقطع نال إعجابكم، لو عجبكم المقطع لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة، ولو حابين نعمل مثلا سلسلة ثانية عن 5 أسلحة غير مختلفة احكوا لي بالكومنتات. سلام.